الوظيفي وحكم خالد المساء جمعية الفقر والدولة الرياضة والثقافة والفن. جمعية تشتغل في برامج محاربة المياه منذ 2010، الآن تتواجد في قاعة المبادرة لتحتفل بموسم انطلاق موسم القراءة 2019-2019 التي حافظت من ضمن المديرية الإقليمية لمحاربة المياه بإقليم تريدان، وعلى رأس الجمعية الشركة اللي هي 104 جمعية هذه السنة. الآن تشوفوا الحضور الحمد لله ديال المستفيدات، أكثر من 600 مستفيدة اللي حضروا معنا في القاعة، هذا دليل بأن المستفيدين تحبهم شاغل محاربة الأميام. وفي إطار هذا البرنامج تحضر معنا عمل التلوذة، تحضر معنا المدير العام للوكالة الوطنية، تحضر معنا مصالح الاجتماعية وعلى رأسه كاتب العام ديال عمل التلوذة وباشا مبنى التلوذة ورئيس الجيش الجماعي ورؤساء المصالح. لهذا فالرسالة ديالي توجه لجمعية المشاركة الإقليم باش تقوم جهودات جبارة لمحو هذا البرنامج محو الأمية، يشتغلوا بكل جدية في إطار كلنا نشتغل من أجل محاربة الأمية. فإن شاء الله مباشرة ما ينتهي هذا الحفل لنا لقاء مع رؤساء الجمعيات، لأن طبعا السنة عندنا برامج كثيرة مكثفة في إطار هذا البرنامج، منها برامج تكوين المقاولين وبرامج تكوين المشرفين. نشكر بالضبط السي سعيد اللي يقري البند وهبلنا تحتية الرسالة في إطار هذا البرنامج، وشكرا مرة أخرى السي سعيد. لطيفة إتيمبو مؤثرة ببرنامج محاربة الأمية مع جمعيات شباب شماء وجمعيات الجمعية ديال دار الطالب لجماعة أرازن. الحمد لله كنفتخروا بهذا البرنامج هذا ديال محاربة الأمية. أرجو نستقر المستفيدات نتعلم القرآن، الحساب، القراءة، كل ما يتعلق خمس الأسرة، يعني كل ما تحتاج انت التروان صوت كمي. الحمد لله تم غاري تمكنت باش امزنت السيلو باش تسكنت الحروف قلت لي الكمين ديال المستوى غتهشنت. الحمد لله طمنت غير هذا المصحف الكريم راه قرات الايات 113 من الذكر الحكيم. الحمد لله خدمت الايات الا ما خدمت سوره البقره ذكر سوره البقره، الا ما خدمت سوره المزينين. الحمد لله درت انت الرغبه باش هذا وفقنت ما بين البي تيكمي ما بين ساعتين اللي تكنت المحاربه الامنيه. نشكر صاحب الجلالة في الفرصة اللي تقايت مغارت باش تبرد حتى انت ولا تنمي شخصيا صغر مجالات المحاربة الأمنية. دار نشكر الجمعيات اللي تهتمني في المواضيع عاد نتمغارت كل ما تحتاجها. نشكر الوكالة المحاربة الأمنية في الاحتفالات اللي تكر غسد بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الأمنية. نشكر الجريدة نبكي المجتمع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد خالد الدامري مشرف في جمعية اتفاق المزيج التربية والثقافة ضمن اللجنة التنظيمية بمناسبة افتتاح الموسم القرائي 2019-2020 لبرنامج محو الأمية على الصعيد الوطني. حنا اليوم كنحتفلوا به على الصعيد الإقليمي، وبهذه المناسبة أقمنا هذا الحفل إعلانا وإعلانا ببداية الموسم القرائي الذي هو فائدة للمستفيدات والمستفيدين في مجال محاربة الأمية حتى يتمكنوا من قطع أشواط تعليمية وتعلمية في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويكونوا مؤثرين في محيطهم سواء في العالم القروي أو العالم الحضري. اليوم إن شاء الله شرفنا السيد الكاتب العام والسيد المفتش العام للوكالة الوطنية للمحاربة الأمنية والوفد المرافق له لبداية هذا البرنامج لتوزيع الأمتعة الدراسية الأدوات الدراسية على المستفيدين وتكريم الشخصيات التي تساهم في هذا البرنامج، بداية السيد العامل والسيد رئيس المجلس البلدي والسيد مدير التربية والتكوين والسادة الآخرين السيد أحمد بن نور الذي كان مسؤولا عن البرنامج في إقليم
كاملا ونعلموا بمناسبه ثقافتي ومسيره طيبه. وتتمنوا احنا راك يد في يد مع السيد الاقليمي لمحور الاميه السيد محمد فلوس والطاقم المرافق له سعاد فتح الله وجميع المكونات التي تساهم في انجاح هذا البرنامج. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مدعيت من عائشة مؤثرة في برنامج محاربة الأمية وما بعد محاربة الأمية. تقريبا أقدم مؤثرة في البرنامج. المهم جينا ننجحوا هذا النهار الانطلاقة ديال البرنامج ديال موسم 2019-2020. نتمنى من الله تعالى يكون برنامج حافل وبرنامج ناجح، يكون احسن من البرامج السابقة، يكون فيه محفزات للمؤثرات على وجه الخصوص، لان هما اللي كاينين. شنو بعض الصعوبات اللي راهي تتواجهكم في التقديم؟ الصعوبات اللي كتواجه في البرنامج ديال محاربة الأمية بالنسبة للمؤثرات، انا كنهضر على المؤثرات لان هما اللي قرابين ليا. بالنسبة للدعم المادي ما كاينش واحد الالتفاتة للبرنامج، وكاين صعوبات بزاف لا بالنسبة للرؤساء ولا بالنسبة لنا حنا كمؤثرين. إذا هذا هو الجانب اللي أنا كنتمنى أنه يتحسن. كان من هذا المنبر كنتمنى أن الوكالة تسمع الصوت ديالي، وبالنيابة على جميع المؤثرات ديال الإقليم ديال كريمتالودانت. كنتمنى من الله تعالى أنهم يديروا واحد الالتفاتة للجانب المادي ويدمجوا المؤثرات ويشوفوا الحالة المادية ديالهم راها صعيبة بزاف، وكاين الحالات أصعب غير هما المهم ما باينينش وقانعين باللي كاين. المهم هذا هو. السلام عليكم، معكم الممثل محمد مدير جمعية الحسنية أول الحجاج من الجمعيات الكفيلة اللي عز مشروع محاربة الأمية. الهدف ديالنا اللي هو هدف كبير هو أننا نساعدوا النساء اللي كيقطنوا في البوادي في الدور القروية باش أنهم يدخلوا برامج محاربة الأمية. وإن شاء الله الهدف الكبير مشاركة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية هو أننا نخفضوا من نسبة ديال محاربة الأمية. وكذلك الهدف ديالنا الأكبر اللي هازين على كفيل عاتقنا هو أن المؤطرات يجب يستفدوا من الأجور ديالهم في الوقت المحدد، باش تكون عندنا واحد التعاون ما بين الجمعيات، والجمعيات كذلك كتلعب دور كبير مشاركة مع الوكالة الوطنية، دور كبير في الرفع من هذه البرامج ديال محاربة الأمية. وكذلك الهدف الأسمى اللي هو المغرب 0% من محاربة الأمية إن شاء الله. شكرا. ناشد الجمعية والحمد لله يغنى المود وغكاد ولا ينتس منزال ولا ينتس الطوبيس ولا ينتس الطوبيس من الرقم مثلا السود من الوالد غنينا على الكيس. الحمد لله انت مستني فولي ديالنا انا قريمي كل القران هو المهم. الحمد لله اللهم ولك الحمد. غنسالك ونتشكر غنتشكر جمعيات نتردان تعاملا نتردان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله غيكاد نسنيني كيكاتينو راك نسين والو غيكاد رانا نقرا الحروف نسنا نسمو الكلمات نسنا نقرا القران. الفضل الجمعية الأستاذة اللي خصها قران غيكولي على الوالدين نسن بعدا غيكاديميك ماشي بحال زين غادي يزرينو نسين والو كون نغري والو غيكاد نغريميك بعدا. الجمعية نركا شبر تعاونا راه ختما الأستاذ الله يجازيهم بخير. نسي كلشي الحمد لله غير كنسنى نغوي نمرة التليفون نسنى نغر لادريسة كلشي نسي الحمد لله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية الذي يصادف 13 أكتوبر كل سنة، هذا اليوم هذا بالنسبة لنا احنا كجمعيات شريكة في البرنامج ديال محاربة الأمية يوم وطني نحتفلوا به، لأنه هو اليوم تكون الانطلاقة ديال هذا البرنامج السنوي اللي فيه مجموعة من الأنشطة في فولكلور في مستفيدات تكريم بعض المستفيدات تكريم بعض الفعاليات ديال المجتمع المدني اللي استداو خدمات جليلة في هذا البرنامج اللي هو برنامج محو الأمية من أجل تنوير المستفيدات في هذا البرنامج. هذا اليوم هذا جاء بمبادرة من الجمعيات المجتمع
الحلفاء المدني الجمعيات الشريكه في هذا البرنامج هذا اللي هو احتفال وطني بهذه المناسبه الغاليه علينا جميعا. وهذه المناسبه كما تشوفها راه يوم حفل كبير لجميع برامج متعدده في تكريم بعض المستفيدين، تكريم بعض الشخصيات الذين اعطوا الكثير لهذا البرنامج، تكريم بعض فعاليات تشتغل في هذا البرنامج هذا. وهذا الحفل هذا جاء عرفانا وتعبيرا هذه العيالات هذه الناس اللي بغاو باش يمحيو ويحاربوا هذه الافه اللي هي افه قبيحه تبخر الكيان ديال المجتمع.